ويلكم باك شباب. سنقوم هذه المرة بالوصول إلى التنين الآلي إيون بايت دريك في منطقة سوميرو، والذي يمكننا من الحصول على عناصر رفع المستوى لبعض الشخصيات في اللعبة، حيث يوجد طريقتان للوصول إليه. Let's go. الطريقة الأولى من عند هذا التليبورت. لكن يلزمنا شخصية عنصر ديندرو لتفعيل هذا النبات، وعن طريق آلية التنقل الجديدة نصل إلى المغارة التي يختبئ فيها التنين الآلي. ها هو هنا. الطريقة الثانية، نعود إلى التليبورت السابق، لكن هذه المرة نتجه إلى الخلف بهذا الاتجاه. إذا كانت بعض الطرق مغلقة، عليك إنهاء بعض الكويستات التابعة لمنطقة سومير وكي تستطيع فتح هذه الطرقات. لقد وصلنا، إنه في الأسفل. يفضل وضع تليبورت مؤقت هنا لسهولة العودة إلى هذا المكان في أي وقت. بما أننا وصلنا إليه فلنقم بهزيمته. My apologies. Sakura swirl. Blaze over. Born of ice and frost. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء في فيديوهات جديدة بإذن الله.